مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامجكم الرياضي الاسبوعي على قناه ميديا تي في. الماتش والبدايه في الماتش بابرز العناوين. المنتخب المغربي يفوز وديا على ضيف من الكونغو برازافيل وبثنائيه نظيفه من توقيع حكيم زياش. والناخب الوطني يغفي غونار استغل اللقاء لتجريب اكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل مواجهه ليبيا الاسبوع القادم. الماتش ممتاز، يعني بدينا المقابله بحال بغينا الحمد لله، وفي الاخر شويه اون تومبي دو لا فاسيليتي زعما، وفي الدوزيام ايتون اون ريكوبيري سكون فولي لو بريسينغ ولو سيريو. في البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب، فوز الفتح والوداد أجل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة، وكذلك الحال في أسفل الترتيب بعد هزيمة المولودية الوجدية والكوكب المراكشي وتعادل الماس. بديع أوك يتطلع إلى التوقيع على موسم ناجح رفقة حسنية أكادير، الهدف إنهاء البطولة في مركز متقدم. هداف الحسنية ضيف فقرة البورتخي. يدير أنا أهداف، ما بغيتش أنا ندي إلى جات مرحبا بها، ولكن أنا عندي أهداف. هذا العام اللي فات، العام الأول ماركي 5، هذا العام ماركي 10، العام الجاي ماركي 15، وهكاك. جامعة الكرة تفتح ملف محاربة تعاطي المواد المنشطة المحظورة، حملة وطنية هدفها التوعية قبل المرور إلى المراقبة. تاني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أكيد غادي يكون يتضمن دائما التحسيس، لحقاش التحسيس ما يمكنلوش يحسب، ولكن غادي يكون عمليات مراقبة مواكبة خارج المنافسة وداخل المنافسة. في فقرة الكوتش يكشف مدرب منتخب التايكواندو حسن الإسماعيلي عن مخططات هذه الرياضة للتوقيع على مشاركة متميزة في أولمبياد ريو 2016. كاين واحد الحركيه، كاين واحد الامل على ان الفريق الوطني المغربي يكون عنده حتى هو حضور، لان واجه هاد الابطال هادو مره تينهزم امامهم ومره تينتصر عليهم. كانت هذه مشاهدينا الكرام ابرز عناوين الماتش. نخليكم مع اول فقره اخبار الكره. نهاية موسم قبل الأوان بالنسبة للودادي صلاح الدين السعيدي لاعب خط وسط الفريق الأحمر، لن يتمكن من تعزيز صفوف الفريق خلال الجولتين المتبقيتين من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. السبب عقوبة الإيقاف اللي حددتها لجنة التأديب والروح الرياضية في 4 مباريات نافذة بعد اضطر لتعرض له اللاعب ضد المغرب الفاسي. اللجنة ذاتها عاقبت أيضا لاعب الفتح مروان سعدان بالإيقاف لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفة التنفيذ، إضافة لغرامة مالية قدرها 3000 درهم، في حين لم تتعدى عقوبة إيقاف المدافع الرجاوي محمد أوال مباراة واحدة. تصريحات وليد الركراكي بعد الفوز على اتحاد طنجة أثارت الجدل. مدرب الفتح وبعد ما تمكن من الانفراد بصدارة الترتيب بعد الفوز على اتحاد طنجة، قال في تصريح صحفي بأن الهدف ديالو كان دائما هو تعذيب الوداد، وبأنه ما خلاش جمهور الفريق ينعس في خاطره، وبأنهم غادي يبقاو يطلبوا البطولة. هو تصريح اللي ما انتظرش كثيرا باش يلقى الرد من بعض مسؤولي الوداد وكذا الجمهور ديالو العريض، اللي اعتبروا بأن كلام الركراكي لم يكن في محله. ملعب كرة القدم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ليس جاهزا بعد استقبال المباريات. التوضيح جاء على لسان مصطفى أزروال مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة المالكة للملعب. أزروال قال بأنه بالرغم من الملعب تفتح في وجه ملتقى محمد السادس لألعاب القوى الأحد الماضي، إلا أن العشب ديالو غير جاهز حاليا لاستقبال مباريات كرة القدم، وأشار بأن ذلك لن يكون قبل بداية الموسم القادم. إذا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحصة المباشرة من برنامجكم برنامج الماتش. ضيفتنا اليوم الدكتورة فاطمة أبو علي عن اللجنة الطبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والحديث بطبيعة الحال على ملف المنشطات. دكتورة مرحبا بك في الماتش. شكرا على الاستضافه، وانا كذلك ان شاء الله
يكون الحديث ان شاء الله مثمر. حديث مثمر في حول موضوع مهم ومهم جدا، يعني المناشطات في كرة القدم مهمة ماشي غير في المغرب ولكن على مستوى العالمي وعلى مستوى الفيفا. وعرجوا لنا عند الموضوع معنا السي فؤاد الحناوي. مرحبا بك فؤاد. مرحبا بك جلال، مرحبا دكتورة، ومرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات. سي شمرة مرة مرحبا بك. مرحبا جلال. بعد أسبوع راحة للجميع يعني لتمكين المشاهدين الكرام من متابعة فعاليات مهرجان موازين، ذكركم مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم تشاركوا معنا اليوم في النقاشات ديالنا عبر صفحة الفيسبوك لقناة ميديا تي في، صفحة الفيسبوك لبرنامج الماتش، وعبر رسائل قصيرة اس ام اس على الرقم 58 50. في البداية الحديث حول المباراة الودية وتغلب المنتخب الوطني المغربي على ناديرو من الكونغو برازافيل بثنائية نظيفة، ثنائية حكيم زياش. فؤاد، تبعتي هاد المواجهة في الملعب الكبير لمدينة طنجة، كيفاش شفتي انت مستوى المنتخب المغربي على بعد أسبوع من لقائه يوم الجمعة القادم ضد المنتخب الليبي في آخر أدوار إقصائيات كأس إفريقيا؟ المنتخب المغربي طبيعة الحال راكم عارفينها ضمن التأهل ديالو لكان 2017 بالغابون بعد انتصاره على الكافير ذهبا وإيابا. نعم جلال، إذا سمحتي ربما قبل ما نتحدثوا على الشق يعني تقني ديال المباراه، ويعني وحنا رانا المباراه اللي اجريت يعني المنتخب المغربي اول مباراه ليه في الملعب الكبير لمدينه طنجه، لسوء يعني سوء الطالع ان هذه المباراه ما شهدتش واحد التنظيم مثالي. شفنا مثلا مره اخرى صعوبات على مستوى ولوج الجمهور الى الميدان، يعني احنا حتى احنا بعض الاعلاميين اللي لظروف يعني مهنيه وصلنا بشكل متاخر ما تمكناش اننا ندخلوا للملعب، جماهير ظلت رغم يعني ان ظروف العمل بالنسبه للصحفيين كانت متميزه لا لان ولكن الدخول الى الملعب جلال ولوج الملعب كان صعوبه، وهنا كنقل شهادات واحتجاجات ديال الجمهور اللي كان تواجد بالتذاكر ديالو وكان يعني باغي يدخل المباراه، وشفنا انه يعني النص ديالو في وقت المباراه كان خارج اسوار الملعب، يعني في بعض الابواب كانت مغلقه وما يحس في النفس، وهو كنشوفوا هذوك الاباء اللي كيجيو بالاطفال ديالهم صغار بالزوجات ديالهم كيجيو صعوبه انهم هذه المشكله يتكرر فؤاد، لان احنا عشنا كما مباراه المغرب وكاب فير وعشنا في مراكش يعني نعم. الملعب اللي احتضن العديد من المباريات ديال المنتخب المغربي كيشهد هذا المشكل. الجمهور راه هو الثروه ديال المنتخب المغربي، هو المسؤول غير باش لا هو كاين 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 جهات مسؤوله خصها تحمل المسؤوليه ديالها، ان الجهات هذه خصها تحمل المسؤوليه ديالها، لا الجامعه لا السلطات لا كل المتدخلين باش نوفروا ظروف احسن. علاش؟ لان الجمهور هذا غير الجامعه هذا هو لا هو الثروه ديال المنتخب لا يعني لان انا شخصيا شفت اطفال صغار وناس رجعوا لا غير باش نقول غير باش نسمح لي قطعتك السي فؤاد، غير باش نقول لك ان زعما الا تكلمنا على المسؤوليه مثلا ديال الجامعه كتوقف مسؤوليه الجامعه في الملعب لا ماشي كيفاش الولوج من هذا الملعب والطرقان عامرين هناك مؤسسه هناك مؤسسه اللي كتسهر على يعني مؤسسه هي مجموعه متدخلين نعم. حنا كنطلبوا لان الجامعه هي المسؤول الاول لان هي اللي كتنظم هذه المباراه، اذا هي اللي خصها تاخذ الاجراءات كامله باش الجمهور يقدر يتابع المباراه في احسن الظروف، لان كنقولوا ان هذا هو الكنز ديال المنتخب، ان الجمهور متعطش وكيجي وكيحمل الرايات وكيوضع يعني الاقمصه ديال المنتخب وجاي يشوف يشاهد المنتخب. على اي لقاء كان لقاء كما كنعرفوا لقاء ودي، شفنا بدايه مباراه يعني المنتخب المغربي تمكن انه يسجل بشكل مبكر بواسطه اللاعب حكيم زياش، لكن المستوى وكما ذكر يعني حتى يعني اللاعبين او المدرب المساعد مصطفى حجي قال بان المستوى هبط في الجوله التاليه. لماذا؟ لان ايرفي رونار اجرى يعني مجموعه من التغييرات لانه في حاجه انه يجرب لاعبين، شفنا دخول لاعبين ككارسيلا العائد كبامو العائد، ربما لاعبين اخرين ما شاركوش في المباراه رغم العوده ديالهم كاللاعب مثلا فؤاد شفيق. على اي شفنا ان المنتخب ربما الان المهمه ديالو او مهمه ايرفي رونار غادي تكون الان هي البحث على عناصر اخرى في افق المباراه القادمه امام المنتخب الليبي. ايرفي رونار الناخب الوطني اللي نستمعوا للتصريح ديالو بعد هذه المباراه. ايرفي
لقد قدمنا نحو 30 دقيقة متميزة، ثم شيئا ما استسهلنا المباراة في الشوط الثاني، ومع التغييرات التي قمنا بها نزل إيقاع اللعب بعض شيء، لكننا في المقابل أنهينا اللقاء فائزين، وهذا أمر جيد. هي مباراة فحسب، لحسن الحظ فقد تأهلنا لنهائيات كأس إفريقيا وهذا ممتاز. هناك العديد من اللاعبين المغاربة الموهوبين، ونحن فقط نريد اختيار الأفضل. إذا كان هذا تصريح إيرفي رونار، اللي هو الأول قال أنه ما كانش يعني مرتاح 100% من يعني المردود ديال المنتخب المغربي. هشام، شنو يمكن ننتظروا من مباراة كهذا، المواجهة نهاية الموسم، ربما حتى بالنسبة لإيرفي رونار؟ نذكروا الظروف اللي جا فيها إيرفي رونار، ما كانش عنده الوقت فين يعمل يعني شي دي زيسي ولا يعمل شي اختبارات ولا يقلب، جا خصو يربح 6 نقاط أمام الكاب فيردي. الآن حال الوقت بالنسبة ليه أنه يجرب ويشوف يعني المستوى ديال اللاعبين اللي نادى عليهم، والبعض اللي ربما ما يكونوش رسميين في المخيله ديالو. هو الوضع الطبيعي اللي كان خصو يكون هو انه رونار بمجرد انه القدوم ديالو للمغرب كان خصو يلعب مباراه وديه ومن بعد يلعب مباراه رسميه، ولكن الظروف اللي جا فيها كانت فرضت عليه انه يدخل على المنتخب وهو مرتبط بمباراه رسميه، وبالتالي فكان هذا الدخول الاضطراري فرض عليه انه يدير اختيارات ربما بناء على معلومات من عند المساعد حجي، كذلك يمكن انه كانت عنده معطيات قبل ما يمكن انه يتسلم المقاليد ديال المنتخب الوطني. الان إيرفي رونار من بعد مباراتين رسميتين ومن بعد الفوز في المباراتين، فهو الان بطبيعه الحال فهو كان خصو واحد الاختبار من نوع اخر، اختبار هو ديال تجريب مجموعه من اللاعبين اللي يمكن انه من الاول كان حاسم بانهم ما كانوش ربما مؤهلين باش يكونوا رسميين، ولكن الان الفرصه متاحه ليه لانه جات هذه الفتره هذه ديال هذه المباراه وديه، كذلك قبل اسبوع تقريبا من بعد مباراه رسميه، وبالتالي فيمكن انه وسع النظره ديالو حول المنتخب، هذيك النظره اللي كانت مفروضه عليه انه تكون ضيقه في الاول بما انه كان ملتزم مباراتين وديتين، وبالتالي فشفنا انه كانت هناك مجموعه من التغييرات في هذه التشكيله ديال المنتخب اللي تحت ليه فرصه باش يطالع على مستوى بعض اللاعبين، ويمكن من الان يمكن انه غيولي محاسب اكثر على المنتخب لانه على الاقل كون نظره موسعه اكثر من السابق. وكان ربما هشام يعني فوز باقل مجهود بالنسبه للمنتخب المغربي، واللاعبين ديال المنتخب حتى هما يعني عبروا على الرضا ديالهم الاداء والنتيجه ديال هذا اللقاء ضد منتخب الكونغو، وغيستمروا في الاستعداد للقاء الرسمي المواجهه ضد المنتخب الليبي. سمعوا لهم. un bon match donc on a réussi à gagner ce match 2-0 en plus on a procuré لقد قدمنا مباراة جيدة، تمكنا من الفوز بهدفين دون مقابل، لقد تحكمنا في اجواء اللعب في 30 دقيقة الاولى ثم بعد ذلك تراجع مستوانا، هذا ما قاله لنا المدرب بين الشوطين، عودنا اللعب في الشوط الثاني وتفوقنا بهدفين وهذا هو المهم. ماتش باش نبريبارو شوية الماتش مع الليبي، كيف ما شفتوا كاين الدراري شويه لعبوا الدراري وسي اللي ما لعبوا الماتش فايت، و سي بيان باش كل واحد يبين راسو، اي جو كخوا اون افي ان بون ماتش، درنا ماتش مزيان، نحاولوا باش نكونوا بريبارو الماتش مع الليبي. اللقاء كان مهما، كان تمركزنا جيدا، كنا جديين، قدمنا لقاء متكاملا نحضر للقاء القادم، رغم اننا قد تاهلنا بالفعل لنهائيات القاريه واخذنا النزال بكل جديه. اليوم في طنجه في هذا الملعب قدمنا عرضا جيدا للجماهير المغربيه، لدينا مستوى متميز، وان شاء الله سندخل النسخه القادمه من الكان بنفس الروح المعنويه. إذا الانتصار الثالث في ثالث مباراة تجري المنتخب المغربي مع المدرب ديالو إيرفي رونار. فؤاد، شنو يعني الاستخلاصات اللي يمكن يخرج بها الناخب المغربي من هذه المواجهة، رغم أنه واستمعت له تصريحات عديدة عبر على أنه لم يكن يعني راضي بتاتا، رغم أنه يعني أطفى شوية ديال الدبلوماسية على التصريحات ديالو، لكن خليني نبين شنو بغى يقول على المستوى المنتخب. ربما احتشناه في اللقاء الاخير امام منتخب يعني الراس الاخضر، لقاء رسمي كان فوز المنتخب المغربي بهدفين، وكان صرح حينها في مدينه مراكش انه غير راضي على المنتخب، ربما هذه اولى
خاصيات المدرب إيرفي رونار، ما عندوش لغات الخشب، يعني ما كي يمدحش اللاعبين فكيتحدث بصراحة. لما المنتخب الفريق يقدم عطاء جيد كما قدموا في اللقاء الأول أمام رأس أخضر يعني في المباراة الذهاب، كيقول أن الفريق ديالي قدم ما كان منتظر منه، لكن لما المنتخب ما كيقدمش ربما ما كان كينتظر بالنظر ربما للعمل اللي كيقوم به في التدريب ورفقة المجموعة. الآن كيجي هذا اللقاء يعني في نهاية الموسم، وهذا ربما هي الخاصية ديال هذه المواجهات، اللاعبين يعني في نهاية الموسم هناك إنهاك، هناك يعني عياء بالنسبة للاعبين على المستوى البدني على المستوى الذهني، يعني ما يمكنش تطلب من اللاعب أنه يقدم لك أو يعطيك 100% من ما كتطلبوا منه، فربما حتى الخاصية ديال المباراة أنها مباراة ودية، فاللاعبين ربما ما عطاوش ديك نقدروا نقولوا 100% من المجهودات ديالهم. ربما كيبقى الأهمية أنه أعطى الفرصة اللاعبين جدد، جرب ربما ميكانيزمات على مستوى خط الدفاع بإقحام يعني العميد بن عطية في قلب الدفاع والعودة ديالو، ثم عاد جرب عاوتاني داكوستا في الشوط الثاني، شفنا يعني دخول أيضا زياش على مستوى قائد العمليات مكان مبارك بوصوفة. إذا كل هذه ربما فرصة متاحة الآن أمام إيرفي رونار، لأن ما كاينش هناك ضغط ديال المباريات، مع العلم أن الجميع مطالب بتحقيق الفوز في مثل هذه اللقاءات الودية، لأنها النتائج لها كتندرج ايضا في سياق البحث عن تعزيز النقاط في التصنيف الصادر ديال الفيفا. وعلى اي جال الان واحد المده ديال حتى اللقاء القادم امام ليبيا نقدروا نعتبروه ايضا لقاء ودي، لان ضروره بطبيعه الحال ضروره تحقيق الفوز امام المنتخب الليبي وامام ساو تومي في اخر مواجهه، لكن ربما هي غتكون كلها لقاءات دون ضغط على تشكيله اسود الاطلس. يعني إيرفي رونار قام بالعديد من التغييرات لانه كان مرغم من اخاك البطل، يعني الغياب ديال بوفال، الغياب ديال اسامه طنان، الغياب ديال بالهنده كذلك. ربما يعني الانفورماسيون المهمه اللي جات لإيرفي رونار وهو المستوى ديال زياش اللي نذكروا هذيك الضجه اللي سبقات الغياب ديالو في لقاء الذهاب ودخوله كلاعب احتياطي في لقاء الاياب امام منتخب كاب فيغ، هو اللي كي تعتبر يعني من اللاعبين المغاربه المتميزين والبارزين في البطولات الأوروبية. زياش قال لهم أنا هنا أنا واجد ومستعد أنني نكون يعني من يعني اللاعبين المهمين والأساسيين في المنتخب. كأنه يمكن جاوب على هذه التساؤلات اللي كانت كتطرح، فلا من ناحية أنه كان هداف ديال المباراة، كذلك أنه حاول يفرض نفسه بطبيعة الحال، فيمكن أنه كما قال فؤاد ما كانش رهان كبير من المباراة من ناحية ديال المنافسة، ولكن كل لاعب اللي يمكن انه ما كانش عنده مكانه ديالو رسميه في المنتخب كان عنده رهان شخصي، وزياش من هاد اللاعبين اللي كان عنده رهان شخصي انه غياكد اللقب اللي فاز به كاحسن يعني لاعب في البطوله الهولنديه، كذلك العروض اللي كيتلقاها، وكذلك انه لاعب اللي يمكن انه كيعتبر نفسه كيعتبره كذلك مجموعه من المتخصصين بانه عنده مكانه في المنتخب، وبالتالي فهو ما حاول ما يضيعش الفرصه، والدليل هو انه المبادره ديالو باش انه هذيك ضربه خطا انه يسددها من هذيك المسافه، كذلك انه على مستوى اللاعب ديالو في وسط الميدان فيمكن انه حاول يفرض ذاته، وبالتالي فكنظن انه حتى إيرفي رونار يمكن انه غيستافد من هذه الاشياء هذه لان غتخلق منافسه داخل المنتخب ما بين اللاعبين باش يمكن انه كل واحد يكون الافضل في المركز ديالو. فؤاد اللي تكلمتي في البدايه على الجماهير، جماهير طنجه اللي ربما تعذبات قبل ما تدخل الملعب، صنعت الحدث هذا الموسم كامل يعني في مباريات سواء هذا الموسم ولا الموسم الماضي في القسم الثاني مع فريق اتحاد طنجه، وظلت وفيه للفريق هذا الموسم، وكانت يعني فرحانه وسعيده بمؤازره اسود الاطلس كما طالبت ببرمجه لقاءات يعني رسميه للمنتخب المغربي. خليكم مع فقره ميكرو الماتش. اخويا اللقاء كان ممتع للغايه، ونتمنوا الفريق الوطني يبقى يجي ديما لطنجه يلعب مباريات، حتى هنا كاين جمهور ذواق تيبغي كره القدم. كنتمنى المنتخب المغربي يتاهل يخسع لكاس العالم، ولهذا كنتمنى يلعب يبقى يجي يلعب في طنجه بزاف باش
باش طنجة طنجة دواق. مازال خص شويه ديال التكنيك، كاينه كره ولكن مازال التفاهم ما كاينش مزيان، ونتمنوا على الله يكون شي فريق في المستوى احسن من هذا. لكن عجبنا اليوم صراحه الله 2-0 نتيجه ايجابيه بزاف بزاف. فيفا بن عطيه. واعر الصراحه، بينوا بانهم اسود الاطلس وبينوا لنا القوه ديالهم ولعبوا باكثر ما عندهم صراحه. تبارك الله عليهم، وما عندنا ما نقولوا لهذا البارتيزو هذا. هذا شي واحد الناس ناشطين ضخمين مع راساتهم خصهم التخير. خلعتينا تتعذبوا تتعذبوا جلال، لان شفنا انا شخصيا شفت حالات ديال الاب اللي رفق الابنين ديالو ورجع، يعني بالتذكره ديالو رجع ما بغاش كاع يتفرج في المباراه. هو ملي كتشوف طفل كيتكلم بهذه الطريقه كتعرف بانه جمهور طنجه ما يمكن الا يكون من طينه خاصه، لانه مادام هذا السن هذا وكيتحدث بهذه الطريقه اللي يمكن افكار يعني واضحه ومرتبه ويمكن انه افكار اللي هي كتمشي في الصميم، فكنظن انه هذا صوره من انه جمهور طنجه متميز. ولخص هذا الطفل يعني في التحليل ديالو، قال دابا ابانوا على انهم يعني اسود الاطلس، اسود الاطلس اللي عندهم لقاء يعني مهم رغم انهم ضمنوا التاهل، لقاء ضد المنتخب الليبي بتونس يوم الجمعه القادم. زميل فؤاد الحناوي غيكون حاضر مع المنتخب المغربي. سي فؤاد اللي يعني رافق المنتخب ساو تومين كاب فيغ، حنا بقاو حاضرين الحانوت انا والمخرج ديال الحصه الحاج الباهلي حاضرين الحوينيته. سي فؤاد يعني كيفاش كتشوف هاد الرحله ديال المنتخب وباي معنويات يجري المنتخب المغربي هاد اللقاء وما امام منتخب اللي هو توا ربما ما بقى له ما يربح في هذه الاقصائيات؟ نعم، هو كما ذكرنا يعني لقاء غير دي ضغط كبير بالنسبه للمنتخب المغربي. البطاقه ديال التاهل للكابون 2017 في الجيب، ربما الان التركيز ديال ايرفي رونا غادي يمشي نحو تعزيز ديك اللحمه بين اللاعبين، خلق مجموعه متكامله، خلق تجانس ليس فقط أرضية الميدان وإنما أيضا خارج أرضية الميدان. هناك عناصر جديدة كتجي للمنتخب، هناك عناصر أخرى تعود لتركيبة أسود الأطلس. إذن هي فرصة مواتية أمام المنتخب المغربي باش يحقق فوز جديد، باش يخلق انسجام جديد بين العناصر المغربية. كما ذكرت أن لقاء هام أيضا على مستوى يعني تحسين ترتيب في التصنيف ديال الفيفا، وبالتالي على المنتخب أنه يقدم الان العرض، ربما سواء في لقائي ساو تومي او في لقائي الرئيس الاخضر او في اللقاء الاخير امام الكونغو، ما شفناش يعني واحد العرض قوي، وربما هذا ما ننتظروش يعني في ظرف وجيز ان ايرفي غونار غادي يجيب واحد العصا سحريه ويعطينا كره جميله او انسجام كبير بين اللاعبين. ربما الان بشكل تدريجي غادي نشوفوا شنو هو الوجه اللي غيقدمه المنتخب المغربي امام منتخب ليبي اللي ربما غيلعب من اجل الدفاع على الحفاظ على ماء الوجه. هي رغم انها مباراه غير مؤثره على مستوى التاهل، ولكن يمكن انها غتكون مهمه جدا بالنسبه لرونار. لماذا؟ لانه رونار ضروري انه غيحاول يحافظ على هذيك الروح ديال التنافس عند اللاعبين، وكذلك هذيك الثقافه ديال انهم يفوزوا سواء كان مباراه برهان كبير او يمكن انه الرهان ديالها صغير. يمكن انه الاختيار ديال رونار غيكون هو يمكن انه كما قال فؤاد تعزيز ديك اللحمه ما بين اللاعبين، يعني يمكن يستمر بنفس الفريق، يمكن حتى الا كان التغيير تكون تغييرات اللي هي طفيفه جدا، باش يمكن انه هذه المباريات ماشي فقط خصنا نلعبوها لانه في البرمجه هي مفروضه رسميا، ولكن كذلك انه يستغلها كمباريات تحضيريه لما ينتظر المنتخب الوطني في 2017، وبالتالي فيمكن هذيك النقائص اللي يمكن لاحظها يمكن انه يملا هذاك الفراغ اللي كتركوا هذه النقائص، وكذلك انه يتعزز الانسجام ويتعزز كذلك العمل والنهج التكتيكي اللي يمكن يعتمد عليه في المستقبل. إذا الموعد يوم الجمعة القادم بتونس مباراة ليبيا المغرب. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليلة والحديث حول البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب والدورة ما قبل الأخيرة. الفتح الرباطي على بعد نقطة واحدة من أول لقب له في تاريخه. خليكم معنا نلتقي بعد لحظات قليلة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، برنامجكم برنامج الماتش. إذن جولة مشوقة ومثيرة من عمر البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب، يعني جولة أبقت التنافس على اللقب مفتوح ما بين الفتح والوداد مع أفضلية طبيعة الحال الفريق الرباطي، فيما التنافس يعني على أشده كذلك يعني في أسفل الترتيب لتفادي النزول للقسم الثاني. مزيد من التفاصيل وقراءة هذه الجولة 29 مع الزميل عبد الله الجعفري. على غرار كبار البطولات الأوروبية، التنافس على لقب خامس نسخة احترافية من عمر البطولة الوطنية لن يحسم سوى في الجولة الأخيرة من الموسم. فبعد عودة الفتح الرباطي المتصدر بالعلامة الكاملة من ملعب الكوكب المراكشي وبهدف واحد وثمين، رفاق النهيري في حاجة لنقطة واحدة فقط لدخول نادي المتوجين باللقب. أما هزيمة فارس مدينة النخيل فأبقى مصير البقاء في قسم الكبار معلقا حتى النزال الأخير في ضيافة النادي القنيطري. فوز الفتح قابله فوز آخر لحامل اللقب والمطارد المباشر الوداد البيضاوي، والذي هزم شباب الريف الحسيمي بملعب العرس بهدف واحد، حافظ به رفاق انضم على أملهم الصعب في الاحتفاظ بدرع البطولة. التنافس على المراكز المؤهلة للمنافسات الإقليمية والقارية لم يحسم هو الآخر بعد فوز الرجاء البيضاوي على حسنية أكادير بخماسية وقلب اتحاد طنجة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه المولودية الوجدية، وأيضا تحقيق الجيش الملكي العلامة الكاملة للجولة الرابعة على التوالي، وهذه المرة مع ضيفه الدفاع الحسني الجديد وبثلاثية نظيفة. في أسفل الترتيب هزيمة المولودية الوجدية والكوكب المراكشي وتعادل المغرب الفاسي مع ضيفه أولمبيك آسفي أجل التعرف الرسمي على هوية المغادرين نحو القسم الوطني الثاني، بينما أحيا أولمبيك ريبكا أمله بالبقاء في قسم الصفوة بفوزه على النادي القنيطري وبهدف واحد، مما يعد بجولة أخيرة حبلى بالتنافس والندية والإثارة والتشويق. إذن في البداية فريق الفتح الرباطي، هذا ربما العنوان الأبرز ديال هذه الدورة، الفتح على بعد نقطة واحدة من انتزاع أول لقب في التاريخ دياله، يعني كنلاحظوا أن ربما نشوفوا الفتح اليوم في هذه الوضعية هذه ليست مفاجئة بالنسبة لنا، أن فريق فاز بكأس العرش مباراة نهائية ديال كأس العرش هذا الموسم، يعني كاين واحد الاستقرار على مستوى النتائج بالنسبة للفتح اليوم. ربما ورشنا احتفالية اللاعبين بعد نهاية المباراة بمراكش وفوز هدف لصفر أنها كانت الخطوة الحاسمة نحو هذا اللقب الأول. هو يمكن أنه المستوى اللي وصل له الفتح الآن هو مسار طبيعي جدا، لأنه الفريق اللي يمكن أكثر استقرارا وأكثر انتظاما في النتائج في السنوات الأخيرة، فدائما كان من الفرق المقدمة، كذلك على المستوى الإفريقي كان كينافس، عنده لقب ديال كأس العرش نهائي كذلك ديال كأس العرش، وهذا بالتالي فأنه يكون في هذا المركز هذا شيء اللي هو طبيعي جدا. يمكن أنه صعوبة يمكن المهمة بالنسبة لفريق الفتح كتكمن أنه خاصه فقط نقطة واحدة، لأنه على الورق كتبان مسألة سهلة جدا، خاصة أنه يستقبل في آخر مباراة في ميدان ديالو، ولكن نقطة واحدة غتشكل ضغط كبير على الفريق، لأنه ماشي سهل باش تلعب على نقطة واحدة، ويمكن أنه غتبان سهلة ولكن في على أرضية الميدان يمكن أنه غيكون الأمر صعب جدا بطبيعة الحال، فمقارنة مع المنافس ديالو المباشر الوداد اللي مطالب أنه ينتصر وينتظر كذلك الهزيمة ديال الفتح، فالأمور كتبان كذلك معقدة، ولكن مع ذلك تبقى نقطة واحدة مسألة صعبة بالنسبة للفتح من الناحية المعنوية، لأنه غتشكل عليه واحد الضغط كبير. يعني الخوف كما كنقولوا لا بور دو غاني، الخوف من انك تخطو ديك الخطوه واخا كتكون يعني سهله لانتزاع، يعني راه الفريق عنده 70 سنه ويكون في اكبر امتحان هذا الفريق هذا اللي يمكن الكل كيشهد بانه انتظم في النتائج، عنده استقرار في في في, في التشكيله، كذلك عنده انسجام على مستوى الفريق العمل ديالو، فهنا يمكن انه يكون اختبار كبير جدا. لا غير ربما يعني في هذه اللقاءات الاخيره شفنا ان الفريق لبس ثوب الفريق البطل، يعني منذ دعنا نقول منذ فوزه على الوداد ربما تكون المباراه القفل في تحديد هويه الفريق البطل،
ديال هذا الموسم في حال ما اذا الفتح مشى حتى لاخر الخطوه وحقق هذه النقطه اللي كيحلم بها باش يفوز بلقب البطوله، يعني انه في هذه اللقاءات الاخيره الفريق ارجو اللاعبين لم ترتجف وعرف كيفاش انه يحقق الانتصار سواء في لقاء المؤجل امام اتحاد طنجه في الوقت بدل الضائع او في المباراه ديالو امام فريق الكوكب. رحمة فؤاد كما قلتي صعوبه المباريات لانك المواجهات كلها كانت صعبه، الوداد اتحاد طنجه والان كوكب مراكش، ولكن شفنا الفريق كيتعامل بكل ذكاء وبكل احترافيه وبكل رزانه وبكل تعقل، وشفنا ان ديك الرزانه ربما اللي كيتمتع بها المدرب وليد الركراكي زرعها في اللاعبين وجعلهم انهم حقيقه انهم يبينوا على واحد النضج. فريق الفتح اللي تحدثتي على هذه السنوات الاخيره فقط بالارقام، يعني وعدنا الارقام ديالو بالنسبه للسنوات الاخيره، مركز السابع في العام 2011، مركز الثاني في 2012، مركز السادس 2013، مركز الرابع في 2014، ومركز الخامس في 2015. ماذا يعني هذا؟ يعني ان الفريق مشى في واحد ديناميكيه، مشى في واحد استقرار وفق منهج محدد، وفق سياسه اللي جات منذ المدرب حسين عموته قضى ثلاث سنوات، جاء المدرب جمال سلابي قضى ثلاث سنوات، الان هذه السنه الثانيه ديال وليد الركراكي، ومنذ تلك الفتره والمسؤولين لفريق الفتح الرباطي كيوضعوا يعني كنسبه الاعين ديالهم ك يعني هدف اسمى هو البطوله، يعني كانت هناك يعني القاب في كاس العرش في يعني في منافسات القاريه، احتلال مراكز متقدمه، ربما الان جاب باش يقطف ثمار هذا العمل ديال 10 سنوات. يعني البطوله كهدف وتاسيس فريق كبير وكيدخل في هذه النقطه المشروع وافتتاح كذلك اكاديميه الفريق فريق الفتح الرباطي ومركز التكوين ديالو الفتح على بعد نقطه. الوداد يعني دار اللي عليه، ثلاث نقاط من قلب الحسيمه. بطبيعة الحال فالوداد كان ملزم باش انه يفوز باش يبقى في الصراع على التنافس، يمكن انه تمكن ليه هذا الشيء هذا وحقق فوز لثلاثة النقاط اللي كتخليه في السباق في انتظار انه يحقق فوز اخر على المغرب التطواني الى بغى انه يبقى في التنافس. ولكن الوداد يمكن انه وضعه مختلف على الفتح، فمفروض عليه انه يفوز بهذه النقطة الثلاث نقاط اللي يمكن في المباراة المقبلة مع المغرب التطواني، ولكن عليه ان ينتظر التعثر ديال الفتح، وهنا تكمن يمكن انه الصعوبات الماموريه ديال الوداد. ربما هذا هو المشكل، لان فريق الفتح سيخوض مباراه امام فريق جريح لم يعني باقي ما ضمنش البقاء ديالو في القسم الممتاز، ولنا نتخيل الطريقه اللي غيلعب بها فريق المولوديه الوجديه في هذه المباراه، مباراه سد مباراة حياة أو موت بالنسبة للفريق الوجدي، ومباراة موت أو حياة بالنسبة أيضا للفريق الفتح الرباطي. إذا ربما هذا النزال هذا هو اللي غادي يجعلنا، وإن كنا كنشوفوا أن من ناحية المستوى ومن ناحية المردود يعني حتى من ناحية المعنويات هي معنويات مرتفعة أكثر بالنسبة للفريق الفتح الرباطي منه الفريق المولودية الوجدي. ربما وما نخلعوش المشجعين ديال فريق الفتح الرباطي، لأن الفريق الفتح كان قريب مرتين يعني من انتزاع لقب البطوله، مره خسر البطوله يعني في التابي فيغ لما كان المشكل الاداري وغياب الليسانس ديال اللاعبين في اخر مواجهه، وخسر البطوله كذلك امام مغرب التطواني مركب الامير مولاي عبد الله في الرباط، كان خسر كذلك في اخر دوره، الان يواجه ربما تكون الثالثه ثابته بالنسبه للفريق. هذا الشيء كيخلع الجمهور اكثر ما كيطمئنوا اجل ربما نتمنوا ما يكونوش لاعبي فريق الفتح كيتفرجوا في الماتش. لا ما سمعتونيش نقول ربما تكون الثالثه ثابته بالنسبه لفريق الفتح. انتصار عريض بسرعه اصدقائي، هناك العديد من المواضيع تابعنا اليوم بالنسبه للرجاء 5-1 امام حسني تقدير. الرجاء يمكن انه على عكس ما يقال، انا بالنسبه لي الرجاء الى انهاء الموسم في المركز الثالث فهو حق انجاز، لانه بالنظر للطريقه اللي يمكن انه الموسم مشى فيها في بدايه الموسم فالرجاء كان المفروض انه يلعب انه باش يتفادى السقوط، ولكن العوده ديال الرجاء في المنافسه وبالطريقه اللي يمكن انه رجع بها فهو من افضل الفرق في الشطر الثاني من البطوله، لا من ناحيه عدد النقاط لا من ناحيه الاهداف كذلك اللي سجل، وبالتالي فبالنسبه للرجاء انه ينهي البطوله في المركز الثالث انجاز بالنظر للطريقه اللي بدا بها الموسم اللي كانت كارثيه على جميع المستويات، وبالتالي فالرجاء باقي كيلعب الحظوظ باش يمكن انه يطمع يتاهل لكاس افريقيا. بالمقابل النتائج دائما ديال الفريق حسنية اكادير من
انتصارات عريضة إلى هزائم عريضة. ومن ضيفنا اليوم فقرة البورتري من أبرز لاعبي الفريق السوسي يعني خلال هذا الموسم اللاعب بديع أوك هو ضيفنا اليوم في فقرة البورتري. الأحوال ديال حسن الجزائرية غادية بشكل تصاعد إن شاء الله، و مع الإطار السعيد العزيز الكتيوي العام المقبل هذا العام اللي داز كنا على صدد كوننا إيكيب، وهذا العام إن شاء الله كان بغينا نشاركوا كونوا من الأوائل الأربعة الأوائل في سبورة الترتيب، والعام الجاي معنا نهديو للجمهور السوسي شي لقب اللي يبقى في التاريخ، وهي الحمد لله لحد الساعة غادي في هاد الأهداف، وبغينا نزيدو أكثر، بغينا نعطيو كاين ما بين أكادير بغينا نعطيو واحد الوجه جديد لفريق حسنية أكادير مع السي عبد العزيز كيتي والطاقم التقني. هو السبب أن فريق حسنية أكادير كيلعب اللعب المفتوح، يعني كتماركي عليه في أي لحظة يماركي عليك. كما كتشوفوا لي ماتش ديال الفريق حسن الاكادير كاع فيهم اهداف بشكل كثير، عندك احسن هجوم وعندك اضعف دفاع، وحنا مع السي عبد العزيز السكري والطاقم التقني كان باش نحيدوا هذا المشكل، والحمد لله راه حنا غاديين في التطور، يعني هاد لي ماتش الاخرين ما تماركاش علينا بزاف وماركينا بزاف. كأي لاعب في العالم يعني كيكون ترعرع في الفرقه ديالو يعني كيهدي لها واحد الحاجه، وانه كيفكر انه يدير كارير مزيان يحترف يحقق انه واحد النهار يجي الجيل الاخر يقول له راه بغيت نكون بحال فلان وبغيت نكون. الهدف ديالي هي انني نهدي واحد اللقب لفريق حسنة اكادير، ونكون مع الناس اللي عطاو الشيء الكبير لفريق حسنة أكادير. حنا كأسرة حنا يعني كتشوف فريق حسنة أكادير كنتجمعوا أكثر ما كنشوفوا والدينا، يعني كاين اللي مغرب كاين اللي بعيد على والديه، وكنبقاو نتجمعوا حنا بزاف 6 الدراري 7 الدراري 8، المهم ما كتلقاش داك كل واحد فين كيمشي، يعني فرق حسن ديال كأسرة. هو السبب ان ما بقاتش ديك ليكيب، يعني دارت البطولة سنة 2001 2002 ومن بعد ما ديك ليكيب صافي تشتات، ما بقاش داك خط تصاعد، ما بقاش ديك ليكيب مجموعة. وهي تجربة مزيانه، لانك تكون لاعب فريق حسنة أكادير وتلعب في المنتخب اللي ينادي عليك في اللائحه الاوليه، وتكون كيعيط لك سي محمد فاخر في محل، يعني راه هذا شرف كبير، وانك انت باقي صغير وكينادي عليك لهذ المنتخبات، فانك يعني خاصك تزيد من المستوى ديالك، ما مسموحش لك انك ترجع الله. لا ماشي يعني كنت انا بيني وبين راسي داك العام ماركي 5 اهداف، هذا العام باغي ماركي 10، يعني دير انا اهداف، ما بغيتش انا ندي الى جات مرحبا بها، ولكن انا عندي اهداف. هذا العام اللي فات العام الاول ماركي 5، هذا العام ماركي 10، العام الجاي ماركي 15، وهكاك غادي. هي كان حلمي انني نلعب فريق حسنة أكادير، وربي سجب لي هذا الحلم ولعبت فريق حسنة أكادير، والحلم ديالي هو اللعب في الدوري الإنجليزي، يعني منذ الصغر وأنا كنتابع ذاك الدوري وعزيز عليا، والحلم ديالي أنا اللي نلعب في ذاك الدوري.
بديع او اذا هداف فريق حسنية أكادير، فريق الحسنية اللي يعني قرر يمدد عقد لاعب بديع أوك وكذلك لاعب ليركي اللي انتهى العقد ديالهم هاد الموسم مع الفريق السوسي. هناك لقاءات أخرى كانت عندها أهمية كبيرة كتخص يعني الصراع حول البقاء في القسم الأول. فؤاد، البداية اتحاد طنجة اللي عاد 3 نقاط من ملعب فريق جريح، فريق مولودية وجدة، كانت يعني مواجهة جزائرية 100% ما بين عبد الحق بن شيخة وعز الدين أيتشوت. نعم، والكلمة الفصل كانت لعبد الحق بن شيخة في هذه كما ذكرت هذه المواجهة التقنية الجزائرية المحضة 100%. يعني فريق اتحاد طنجة اللي أيضا كان يعني كيغذي واحد الأمل أنه يبقى ضمن الفرق الصدارة، ضمن الفرق اللي غتحتل المراكز الأولى، آمن بالقدرات ديالو حتى وإن كان فريق مولودية وجدة السباق لتسجيل. لكن فريق اتحاد طنجة عرف كيفاش يرجع في يعني في هذا اللقاء، حقق هدف التعادل ثم فوز بوسط اللاعب معاوي في الانفاس الاخيره. الان هذا الفوز كيعطينا بطبيعه الحال واحد التشويق واحد الاثاره، لان في المباراه الاخيره في اخر دوره في مدينه طنجه فريق اتحاد طنجه غادي يستقبل الرجاء البيضاوي. الفريقان معا كيحتلوا المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 47 نقطه رفقه الجيش الملكي، والطموح غيكون كبير بفريق اتحاد طنجه انه ينهي اول موسم له يعني من بعد العوده من جحيم القسم الثاني انه ينهي الموسم في المركز الثالث، وغادي يكون انجاز كبير وكبير بالنسبه لهذا الفريق. هشام، ماذا عن الماس؟ المغرب الفاسي الآن يمكن أنه الأمر صعب جدا لأنه هو الأخير، وكذلك فالفوز دياله هو شيء مفروض في الدورة المقبلة مع انتظار الفرق اللي يمكن أنها كتقدم عليه، وهذا هو اللي كيخلي أن الوضعية دياله معقدة. يمكن الوضع داخل الفريق يعني ما كيبشرش بالخير، لأن كاين هناك واحد نوع من الإحباط، كاين هناك خلافات داخلية ما بين اللاعبين، كذلك كاين من بعض اللاعبين اللي يمكن أنه نقولوا راهم استسلموا 100%، وهذا هو اللي كيخلي أنه بالنسبة للمغرب الفاسي يحتاج يمكن نقولوا إلى معجزة باش يبقى في القسم الوطني الأول. حسابيا بطبيعة الحال فهو حظوظه قائمة، ولكن مقارنة بالفرق الأخرى فالأمر صعب جدا بالنظر لموقعه وبالنظر كذلك الحالة الداخلية ديال الفريق، لأنه كيعيش جميع المظاهر ديال الاحباط بالنسبه للاعبين، خلافات، كاين عراك يعني ما بين حجز ديال الحافله ديالو، فهاد الاشياء كلها يمكن انها كتمس في العمق تاريخ فريق اللي يمكن قبل 3 سنوات كان هو الفريق المتالق افريقيا باسم المغرب، وهذا شيء اللي يمكن انه يثير الكثير من الاستغراب. اذا يعني موسم اسود بالنسبه للمغرب الفاسي اللي كما قلت هشام كيحتاج يعني حسابيا باقي ما نزلش، لكن كيحتاج معجزه كبيره يعني لتفادي الهبوط، وربما الهبوط القسم الثاني يمكن يخلي هذا الفريق يرجع بقوه، لانه غيبقى دائما في هذا. لا سمحتي بسرعه، جميع الاشياء السيئه في كره القدم عرفها المغرب الفاسي هذا الموسم هذا للاسف. لا هو يعني هو امتداد يعني ديال المواسم الاخيره، يعني بالفعل يعني وكما يعني كما قال جلال ربما من الافضل الفريق يهبط الموسم الثاني يرتب الاوراق ديالو يكتوي بين القسم الثاني باش يمشي يبني على اسس يعني اسس متينه باش يرجع للقسم الاول ويرجع بقوه، لان عنده كل الظروف باش يكون فريق قوي. هناك مدرسه، هناك حب ديال الجمهور، الان المطلوب وهو يعني تضافر جهود الابناء الغيورين على هذا الفريق باش يرجعوه للسكه الصحيحه. ذلك ما نتمناه. هذا الاسبوع تميز كذلك باجراء قرعه دور المجموعات بالنسبه ل يعني دوري ابطال افريقيا وكاس الكاف الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. المغرب الممثل في المسابقات القاريه 3 فرق، الوداد البيضاء البوي في دوري الابطال، والفتح والكوكب المراكشي في كاس الكاف. فقره ميكرو الماتش يعني التقينا بعينه من الجماهير المغربيه وسولناها على نتائج هذا القرعه السابعه اليوم. بالنسبه للشامبيونز ليغ الحمد لله فريق الوداد البيضاوي طاح في مجموعه متكافئه، يعني عنده جميع الفرص ديالو باش يمر. وبالنسبه للقرعه ديال الكاف فهي كانت في صالح الفرق المغربيه. فتح الرباطي قدم على عروض هذا العام هذا مزيانه، كانت في المستوى
وصال مع المدرب الشاب وليد الركراكي كانت الدراري كانوا مزيان بالنسبه للكوكب تاع هو، ولكن الحدود ديالو شويه ناقصه على الفتح. الكوكب هذا العام ناقصين، وكنتمنوا الفتح ان شاء الله دير كاس ان شاء الله. هذه القرعه غير منصفه للكوكب، حيت بانت ليا ما شويه ناقصه هذا العام، هذا عنده شي مشاكل بزاف في الدوري المغربي. تنظن بان الفتح عنده كل الحدود ديالو باش يمر الدور المقبل، وعنده امكانيات كبيره، وبالخصوص في ظل التالق اللي كيشهدوا مؤخرا في الدوري المغربي، وان شاء الله كنتمنوا الفتح يتوفق في المباراه الدور المقبل ان شاء الله. الفتح والكوكب غالبا غادي يديها للكوكب، يعني الكوكب راه مأهلها ان شاء الله، يعني الكوكب باقي يعني خدمت شويه، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. الوداد حتى هي كنشوفها حظوظها هي نسبيا بالنسبه للمقارنه مع الفرق العربيه قليله شويه. فريق الوداد طاح في مجموعه صعبه للغايه، وصعيب عليه يحقق التاهل في ظل التراجع اللي كنلاحظوه دابا مؤخرا بالنسبه للبطوله كيعاني. الوداد حتى هي بانت ليا عندها الحضور ان شاء الله حتى بالفوز باللقب، حيت الخصم العنيد حيدته في الدور قبل المجموعات، مازيمبي هو اللي تيكون الخصم العنيد في هذا الكاس. كنتمنوا ان على الاقل يكون ممثل ديال المجموعه اللي يكون ممثل مغربي. كرهناش حنايا كاع بجوج، حنا مغاربه بعدا ما كرهناش حنايا تكون فرقه وحده تبعد تفرح المغرب ان شاء الله. اذا يعني الجمهور والجماهير المغربيه متفائله فيما يخص حظوظ الفرق المغربيه. الوداد في دوري ابطال افريقيا رفقه الاهلي المصري، زيسكو الزامبي واسيك ابيجون، وفي كاس الكاف يعني مجموعه مغاربيه 100%، الفتح كذلك، الكوكب المراكشي، الاهلي الليبي، وما نساوش حامل اللقب فريق النجم الساحلي التونسي. إذا مكافحة تعاطي المواد المنشطة المحظورة موضوع يحظى بالأولوية ضمن برنامج جامعة الكرة لأطلقت حملة وطنية للتوعية والتحسيس بمخاطر المنشطات اللي اعتقبها إجراءات يعني وقائية وأخرى زجرية. الجيش وجمعية سلا كانوا من أول من استفاد من هذه الحملة. قبل أن تنتقل إلى يعني ملعب الرجاء، كاميرا الماتش كانت حاضرة في ملعب الوازيس، وإليكم التقرير التالي. حملة للتحسيس بمخاطر المنشطات أطلقتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أيام، وتشمل فرق البطولة الاحترافية اتصالات المغرب وأيضا فرق القسم الثاني. الحملة التي اختارت فريقي الجيش الملكي وجمعية سلا محطة لانطلاقتها حطت رحالها هذه المرة بمدينة الدار البيضاء. هو لقاء تواصلي أكثر ما هو لقاء تحسيسي، لأنه بهذه اللقاءات هذو كنقدروا نضبطوا شنو هما المسائل اللي خصنا نأكدوا عليهم في التحسيس ديالنا في التوعية ديالنا اللاعبين والأطر التقنية والطبية اللي هي كتواكب هذا الرياضيين. كتناول جميع جوانب مكافحة المنشطات بصفة عامة، من حيث القوانين، الانتهاكات، العقوبات، المواد الممنوعة، الوسائل الممنوعة، وواجبات الرياضي والحقوق ديالو. الحملة ستشمل جميع فرق القسمين الأول والثاني قبل نهاية الموسم الحالي، وهي خطوة تمهيدية ليوم وطني سيحدد موعده لاحقا. برنامج الجامعة الخاص بمكافحة المنشطات هو مكمل لعمل اللجان الطبية داخل هذه الفرق. هذه الحملة اللي كاين اليوم تحسيسية ديال الدوباج، ان لما نقولش 100% ديال الناس راه ما عارفينهمش وما عارفينش القوانين ديالهم، لا القوانين الردعية لا القوانين اللي خاص يلتزم بها اللاعب في لاعب كرة القدم في الملعب وفي الحياة ديالو الشخصية. مضمون الحملة يركز على توعية مكونات فرق كرة القدم بالتبعات الصحية والقانونية المترتبة عن استعمال مواد منشطة محظورة أثناء وخارج المباريات، وبما شكل متعمد أو عن طريق الخطأ.
الدكتوره يعني عرفتنا بزاف ديال الحوايج اللي غناخذهم بعين الاعتبار باش انا ان شاء الله نتجوزوهم باش انا ان شاء الله ما نطيحوش في المحضر ونغلطوا اللي غيكون عندنا مشكل اللي غنعانيوا به يعني في الكاري ديال اللاعب كامل ديال اللاعب في المسيره ديالو كامله. كنظن ما بقاش مسموح لاي لاعب بالخطا لان شي حوايج اللي هما بساط كيبانوا للاعب كيبانوا لك اللي هما اشياء بسيطه كتقدر تغير مسار ديال حياه انسان. كنتمنى ان شاء الله نديروا بالنصائح ديال الاستاذه ونخرجوا جميع الكره المغربيه تكون شريفه وخصوص رياضه كره القدم. مكافحة تعاطي المواد المنشطة المحظورة سيعتمد إجراءات أخرى في المستقبل القريب تماشيا مع التزامات المغرب الدولية. البرنامج إن شاء الله الوطني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكيد غادي يكون يتضمن دائما تحسيس لحقاش تحسيس ما يمكن له شي حساب ولكن غادي يكون عمليات مراقبة مواكبة خارج المنافسة وداخل المنافسة. بعد التحسيس والتوعية سيكون الدور هذه المرة على المراقبة الدورية للاعب البطولة لاستكمال أسس ممارسة احترافية لا يمكن أن تستقيم دون مكافحة للمنشطات. تحضر معنا إذن الدكتورة فاطمة أبو علي عن اللجنة الطبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمسؤولة على هذا الملف ملف تعاطي المواد المحظورة المواد المنشطة. تكلمنا على هذه الحملة الوطنية في نوصلات دكتورة. نعم سي جلال قبل ما نتكلموا على هذه الحملة هذه التحسيسية لازم نذكر بأنه هي داخلة في واحد المنظومة ديال برنامج اللجنة الطبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم اللي هي ما تتنحصرش العمل ديال اللجنة كيشمل أكثر إجبارية التتبع الطبي للرياض للاعب كرة القدم بصفة عامة بما يشمل ذلك الملف الطبي الذي لازم أن يكون إجباريا بالنسبة لكل اللاعبين وكذلك مجموعة من التدابير لتحفيز الرياضي على أسلوب أسلوب حياة سليم بما يشمل تغذية ونوم بطريقة سليمة وكذلك تفادي عدة عادات سيئة التي من شأنها أن تضر بصحة الرياضي وكذلك برنامج مكافحة المنشطات الذي هو برنامج يعني متكامل من ناحية أنه يشتمل على محورين محور مراقبة ومحور توعية وتحسيس. نعم. إذن الجامعة الملكية المغربية مشكورة لقد وفرت للجنة هيكلة بالأكثر أطر طبية التي هي تسهر على هذه العملية لأن كيف تعرفوا بأن أو لازم من موارد بشرية يتم من خلالها استمرارية العمل لأن اللجنة الطبية اليوم كاينة غدا ما تكونش اللجنة الطبية تقدر تبقى ولكن لما يكون لدينا يعني أطر طبية تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة بالجامعة ممكن أن نطمع في استمرارية العمل من بعد. إذن هذا البرنامج للتوعية أتى في خضم البرنامج لمكافحة المنشطات بصفة عامة الذي يواكب عدة برامج ولقد ابتدأ هذا الموسم على أساس أن المراقبة يمكن أن تكون في أي وقت لأن المراقبة لا يمكن أن نعلن على تاريخها ولكن هو يعني تكلمتي على حملة تحسيسية. نعم. حول موضوع حساس. نعم. كيفاش كان يعني لاكوي ديال الفرق زرت العديد من الفرق الوطنية يعني تكلمتوا مع اللاعبين بحضور المسؤولين بالحضور يعني الطواقم التقنية بحضور كذلك يعني اللجان الطبية ديال هذه الفرق. نعم. كيفاش يعني تعاملوا الفرق بكل صراحة. نعم. مع هذه الحملة هذه يعني الحاجة اللي تسر اللي سرتنا كثير هو أنه على 32 فريق من القسم الأول والثاني. نعم.
لانه هذه الحمله شملت الاقسام القسمين بجوج، قسم الوطني الاول والثاني. بعثنا برسائل للاعلام وتم تم الاستجابه من طرف كل الفرق، ولكن بعض الفرق للاسف لان عندها ديزونجاجمون مع في مباريات او لا بعض المشاكل اللي ما يمكنلاش اننا تستقبلنا. احنا شفنا لحد الان 23 فريق على 32 اللي هو يمثل 72%، هذا مؤشر يعني زعما مليح، لانه لو كانت ما كانش الاستجابه، احنا كنا كنقولوا لو تمت الاستجابه ب 50 او 60% غنكونوا مزيان في الموسم الاول، ولكن الحمد لله استجبوا الناس بواحد الطريقه كبيره اللي هي 23 فريق من مجموع 32. وثاني حاجه هو انه احنا اللي كان زعما عندنا منه تخوف هو ان الفرق القسم الاول ما يعطيوش اهميه بزاف للموضوع، ولكن بالعكس كان واحد تجاوب كبير على أساس أنه أكثر من 70% من الحضور كانوا لاعبين. نعم. وكان حضور كبير من الطقم التقنية اللي هو يمثل 10% من الطقم التقنية، والطقم الطبية للأسف ما كانش كانوا عندنا طقم كانوا عندنا أطر شبه طبية أكثر ما هما أطباء، ولكن الحمد لله كان كذلك يعني حضور مشرف لجميع الفئات. طقم طبية ما رضاوش يجوا أطباء آخرين؟ لا بالعكس هذا اللي نتيرو هو أنه كان يعني خصاص عند الفرق من ناحية الطقم الطبية. نعم. هذا هو اللي زعما احنا وقفنا عليه، هو أنه جميع الفرق ما يتوفروش على طبيب، ولكن كيكون عندهم فرق شبه طبية اللي هي كتواكب معنا. وهذا مشكل اخر اللي نرجعوا معك ليه، لان نتكلموا كذلك على الملف الطبي. نعم. نتكلموا الان على هذه الحمله والظروف ديالها. ربما الحمله بدات متاخره شويه في شهر مارس مع يعني الموسم قرب ينتهي. نعم، هو كانت الحمله كانت مبرمجه في من بعد الميركاتو. كانت نعم. من اول الموسم كانت مبرمجه من بعد الميركاتو، ولكن ما قدرناش نبداوها لان ماشي بدينا احنا بالجيش، كانوا فرق قبل الجيش وكان تم ماشي الالغاء ولكن اعاده زعما البرمجه ديالهم، اذا ما كانش ممكن لنا اننا نبرمجوا فرق في شهر فبراير، لانه كنا خصنا نبداو في فبراير، ولكن كانت فرق اللي كان عندها ظروف يعني ما يمكنش انها نزوروهم، اذا لهذا بدينا في مارس اكزاكتومون. وطبيعه الحال ما كايناش الزاميه، وكنشوف هاد لا بريزونطاسيون ديالك اللي صراحه متميزه وفيها كل شيء واضح، ان هناك 9 فرق من القسم الاول اللي استقبلوا هاد يعني اللجنه في اطار هاد الحمله التحسيسيه، و14 فريق من القسم الثاني. يعني هاد الحمله عتستمر في الموسم القادم، او اللي ما قالوش الوقت يركب في التران يعني بالعكس ما يعيدوش من الفتره ديال التحسيس، غيدخل نعم. مباشره للمراقبه، ولا غتكون اون دات ديال بدايه المراقبه بالنسبه للجميع ابتداء نعم. مثلا من الموسم القادم. نعم، هو اللي تذكر فقط بانه هو هذا الحمله هذه خلتنا نوقفوا على عديد من الاحتياجات اللي ديال الفرق، اذا احنا بالعكس من ان شاء الله في الموسم القادم غادي يكون برامج تحسيسيه وبرامج توعويه ولقاء تواصليه اكثر من هذه، وما نقدروش نقولوا بان الناس الفرق اللي هي ما استفدتش ما غاديش يستافدوا، بالعكس حنا راهنا الاشاره ولازم اننا زعما نلبيو الطلب ديال اي واحد اللي هو زعما يقدر يعطينا هو البرنامج ديالو، لان احنا المشكل عندنا هو في البرمجه. نعم. عندنا المشكل ديال مع الفرق بعض الفرق لان ما نعرفوش احنا كيف هما الحاجه اللي توالمهم، وصلنا نديروا 23 فريق يعني حاجه اللي هي زعما ما يمكن لنا غير نشجعوها، ولكن من بدايه الموسم القادم غيكون استمراريه لجميع هاد الحملات التحسيسيه، وخاصه اننا عندنا فرقه من اطباء متخصصين في التوعيه بمخاطر المنشطات، هما اللي يشتغلوا على هاد الموضوع هذا. وسنستمر في النقاش والحديث مع الدكتوره فاطمه ابو علي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليله في الجزء الثالث والاخير من الماتش.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والاخير من الماتش، وضيفتنا اليوم الدكتوره فاطمه ابو علي عن اللجنه الطبيه في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، والحديث حول طبيعة الحال الحملة التحسيسية ضد يعني استعمال المواد المنشطة وتعاطي المواد المنشطة، وكذلك ما يخص الملف الطبي للاعبين الممارسين في البطولة المغربية لاتصالات المغرب. سي فؤاد. نعم، ربما بين المسائل اللي يعني تعاتب عليها يعني الجهات المسؤولة، يعني البعض يقول أن هناك يعني غياب مؤسسات مستقلة لمحاربة المنشطات والمخدرات، لأنهم شيئين يعني مختلفين، يعني شقين مختلفين في هذه الحرب هذه المعلنة على المنشطات وعلى المخدرات. البعض يتحدث عن مفوضى، هناك غياب مؤسسة مستقلة، وأيضا غياب أطر ذات كفاءة باش تشتغل في هذا المجال الهام بالنسبة للاعبين والممارسين ديال كرة القدم بشكل خاص. نعم، هو ما نقدروش نقولوا بان كاين غياب ديال المؤسسه، لانه هو كل جامعه وطنيه هي ملزمه بوضع سياسه وطنيه كل سنه لمكافحه المنشطات. اذا الغياب لحقاش اللي يهضروا عليه الناس بزاف، ويقول لك غياب مختبر، المختبر ماشي هو مكافحه المنشطات. نعم. لان هذه من بين المفاهيم الخاطئه اللي هي اللي سعينا باش اننا ان شاء الله نصححوها. لان شنو وقفنا، علاش وقفنا فاش في هذه الحمله التحسيسيه؟ خلاتنا نوقفوا على عده مفاهيم خاطئه لا عند اللاعبين لا عند المسيرين. اذا لو وصلنا اننا نتكلموا كلام واحد، هو انه البلاد كبلاد والجامعه جامعه الكره القدم كجامعه، كل واحد ملزم باش يعمل سياسه، تكون عنده سياسه سنويه لمكافحه المنشطات. هذه السياسه السنويه كدوز قبل كل شيء بالتوعيه والتحسيس. هو المراقبه تجي في المرتبه الثانيه، لان ما عمرنا ما يمكننا نكافحوا واحد الظاهره بالعقاب بالمعاقبه الشخص، ولكن يمكننا نبدلوا اسلوب حياه، نبدلوا بعض الجامعه. علاش ما دارتش الزاميه هاد الزيارات ديالكم يعني للفرق، يعني ربما كخطوه اللي تكون الى بغينا نحاربوا هاد الافه هذه ونمشيو، يعني نمشيو بسياسه العصا والجزر. نعم. يعني نمشيو يعني بالزاميه ان كل الفرق ملزمه انكم تجيو، انكم يعني تحدوا واحد الموعد ديال شرح المعطيات بالنسبه للاعبين والاطر الطبيه. هو تم مراسله جميع الفرق، ولكن لظروف بعض الفرق التي لا يمكنها ان تستقبل الناس المشرفين على هذا البرنامج، تم إعادة برمجة العمل. ولكن للأسف هو أننا في هذا الأخر طحنا في بعض الفرق اللي عندهم مشاكل. نعم. ما يمكنش هما عندهم مشاكل من نوع، يعني مثلا فريق المغرب الفاسي اليوم ما عنديش تقول له بغينا نشوفك. المغرب الفاسي درناه، المغرب الفاسي استجب وكان في ذاك ذاك الأسبوع كان منهزم. نعم. زعما شابو بالنسبة لبعض الفرق، غير هما كاين بعض الفرق اللي هما ما وصلناش باش أننا نشوفوهم، عندهم ظروف خاصة. نعم. عندهم مباريات مؤجلة، عندهم بزاف. نعم. المسابقات القارية كذلك. ولكن هذا ما يمنعش، لأنه فاش نقولوا بأن 14 الفريق من القسم الثاني وتسعود الفرق من القسم الأول، تخيلوا بأنهم في الحضور 50% 50%. إذا لما الفرق ولو تسعود الفرق من القسم الأول، تم زعما حشد كمية هائلة من اللاعبين، بحيث أننا في هذه الحملة هذه وصلنا ما يقرب 1800 شخص. هذا كم هائل. نعم. وهي خطوة أولى في بالنسبة للجنة الطبية اللي ممكن لنا غير أننا نكررها ربما الفكرة تكون في بداية الموسم، يعني لما الفرقة تكون كتستعد عندها فسحة زمنية أفضل أنها تستقبل هذه اللجنة الطبية، يعني في مرحلة الإعداد لانطلاق الموسم. نعم. يعني ما كتكونش ضغوطات. نعم، إذا لازم إن شاء الله احنا بناخذ بهذا الشيء بعين الاعتبار في البرامج المقبلة إن شاء الله، باش أنها ما يوقعش. وهو التحسيس دابا حنا اللي لاحظنا واللي خرجنا من هذه الزيارات، هو انه كاين بعض الخصائص يعني في التوعيه وفي التخصيص بصفه عامه، بصفه اسلوب حياه سليم بالنسبه. نعم. للرياضي.
يعني دكتوره، يعني 23 فريق، ازيد من 1000 يعني شخص اللي يمكن انهم ساتوا هذه الحمله هذه. نعم. يعني بكل صراحه من موقعك كطبيبه، شنو هما الملاحظات؟ شنو هي الكونستا اللي درتي يعني من خلال الملاحظات ديالك، يعني لا كانت ايجابيه او سلبيه، يعني الواقع ديال هذا المجال هذا في كره القدم المغربيه؟ انا اعطي الرقم صحيح هشام، 1776 لاعب اللي يعني شملتهم هذه الحمله حتى وإطار. 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 نعم. نعم. هو باش نمشيو في النسق الصحيح، هو انه هاد الزيارات مكنتنا باش نعملوا واحد التواصل مع الرياضي اللي ما عمره ما كان. دائما الرياضي كيشوف اللجنه الطبيه هي مراقبه، هي واحد اللي هو لا بالعكس صديق. هو كان واحد التواصل اللي هو على حساب الاخوان اللي خدموا معنا في لحقاش، حنا فرقه من 5 اشخاص ماشي بوحدي اللي خدمنا. حنا مشكورين الناس اللي هما مشاو في ظروف قاسيه وبعيده، وراك عرفتوا المغرب تبارك الله من الشمال للجنوب، الفرقه الجنوبيه اللي عملنا هي العيون. نعم. وكانت الحسيمه وبركان، المهم كان جميع الفرق استفدوا. اذا الاخوان هما جردوا واحد العدد من هو انه هاد اغلب المشاكل اللي هي عند الرياضيين كتوقع عن سوء فهم. نعم. ما كنظنش باننا وقفنا على شي حاله اللي هو انسان يتعاطى حاجه لانه كان هو سوء فهم، هو ما عرفش او لا ما فهمش بان هذيك غتؤدي به من ناحيه الصحيه او لا من ناحيه مهنته كفوتبالور غادي يفقد شي حاجه. اذا هادو وقفنا عليهم بصفه. وقفنا على حاجه اخرى، هو انه عده رياضيين ما عندهمش علم بان انتهاكات المنشطات ما كتنحصرش غير في ذاك التحليله اللي كدار. هي من غير التحليله كاينين 10 النقاط، وهما يلاه كيعرفوا وحده من بين 10. اذا لو كان زعما الرياضي ملم بهاد المشاكل اللي هي كتعرض له لو انتهك قانون من قوانين المنشطات، ما كنظنش غادي يمشي في هذا الاتجاه هذا. اذا هو كان واحد مفاهيم مغلوطه، كاين بعض الحوايج اللي هما الرياضي ياخذهم عن غير قصد، يعملهم عن غير قصد. وبالمرات نلقاو حتى بعض المؤطرين اللي هما ما عندهمش علم بالمساله. اذا كان هذا الاخذ والرد كان زعما ايجابي بصفه كبيره بالنسبه لنا حنا كلجنه طبيه، لان حنا ما عارفينش الاحتياجات صحيح ديال الجهه الاخرى. اذا بحال اللي كتقول هذا كان واحد التيست اللي حنا ان شاء الله من بعد غنديروا عليه برنامج باش تعرفوا يعني الواقع ديال هذا الموضوع وتعاطي المواد والمنشطه المحظوره. بغيت نسولك واش ما عندكمش يعني شي فكره بحال يعني يكون عندكم شي كتاب ابيض اللي تفرقوه على الانديه وعلى اللاعبين باش توريوهم وتخلي لهم يعني ها المسائل اللي يمكن لكم ديروا، ها المسائل اللي ممكن كومش ديروا، هالمسائل اللي تفادوها، لان النقطه والمرحله القادمه هي عتولي مرحله الزجل، لان لابد المرور لها. وحنا عارفين ان ماشي على مستوى المغرب، على مستوى العالم هذا موضوع حساس، موضوع المنشطات والفيفا دائما كانت هي لو موفيز اليف مع لاما لاسوسياسيون مونديال انتي دوباج، لاجونس مونديال انتي دوباج، لان كان دائما بلاتير الرجل القوي كيمنع كيقاوم ويقاوم وما يخليش، يعني ما كنسمعوش على لاعبين توقفوا بالدوباج، يعني قليل وقليل جدا. مقابل الرياضات الاخرى فيها الجواز الباسبور بيولوجيك ما كايناش في كرة القدم، يعني محاربة ربما اللي ولات اليوم اكثر يعني حدة في بعض الرياضات كرياضات عراقيه ومثلا. نعم. هو باش نصحيح واحد المفهوم، وانه من بين الاتحادات الدوليه التي تعمل اكبر عدد من الفحوصات هي الفيفا. هو كرة القدم هي بطبيعتها ككرة قدم يعني هي ليست رياضة التي تحتاج لمنشطات بهذا المفهوم. اذا الناس اللي يطيحوا في المنشطات في كرة القدم هو كيف قلت لك كيطيحوا في منشطات بواحد السذاجه فاش كيطيح في مشكل المنشطات، لانه صعيب على انه لاعب كره قدم يتعاطى مواد اللي تعاطوها ناس في رياضات اخرى، لانه الهدف ماشي نفسه. ما يمكنش لحقاش هو رياضه كره القدم ما فيهاش غير
ما فيهاش فيها بزاف ديال الرياضات في نفس الوقت. اذا ما يمكنش. هناك العديد دكتوره هناك العديد اللي كيقولوا ان ربما للحفاظ على هذا البيزنس كبير ديال كره القدم فما كاينش يعني شي تزيار كثير يعني لا حتى لا. ربما كنشوفوا بعض الرياضات كاين مثلا الجواز البيولوجي اللي عارفينه انه كيكون عند اي رياضي وكيبين فيه مثلا بالنسبه للجنه الطبيه ولا لجنه المراقبه ولا لاجونس مونديال ديال انتي دوباج اي تغير يعني في النسبه لي زاناليز ديال اللاعب. وكانت هناك قضيه ديال كره القدم في ايطاليا ومعروفه ديال فريق جيفونتوس لان فترات لما كانت اليوفي يعني يسيطر على مجريات البطوله الايطاليه فكان اللاعبين يعني كيتلقاو حقن وكان يعني كتزيد من المردود ديالهم المقاومه ديالهم اللياقه البدنيه اللي جعلتهم انهم يسيطروا على كاين فؤاد كذلك اتهامات حول الرياضه الاسبانيه على يعني كتنس ككره القدم. هي كره القدم لو ما يكونش تعاطي منشطات منظم من طرف المسؤولين صعيب على الرياضي كرياضي انه يتعاطى منشطات. هادشي اللي بغيت نقول لك، هذه الفكره، لان الرياضي لان لاعب كره القدم عنده واحد البروفيل بارتيكولي، اذا لو ما يكونش من موراه وناس اللي هما غادي ينظموا له تعاطي المنشطات صعيب عليه هو ينظم تعاطي المنشطات لراسه. ما كنظنش حنا اللاعبين المغاربه ديالنا عندهم بصفه عامه لا غير نقول زعما نورمالمون عاده هذا هو في رياضه كره القدم لازم يكون من موراك منظم لهذه العمليه حتى يمكن تنتعمل. هذا الشيء اللي وقع في ايطاليا يعني هادشي اللي وقع في ايطاليا اللاعبين كانوا كيتلقاو حقن في كل صباح في التدريب وما عارفينش هذوك. بالنسبه كيف قال السي جلال على مشكل ديال التساهل في كره القدم، هو كاين تساهل لان هذا راي شخصي ماشي ولكن راي شخصي هو انه تساهل من حيث انه لا يتم معاقبه الفريق لازم يكون حتى يتم معاقبته لازم يكون اكثر من ثلاث لاعبين بوزيتيف في نفس الماتش في لا بيريود زعما اللي دار فيها سميتو. حنا سميتو في القانون ديال الفيفا هي عامله تعمل جوج من كل فريق، اذا صعيب باش انك توصل تسونكسيوني الفريق، ولكن الرياضي هو كيتوقف تيتعاقب. فهمتي انا كنقول بان من هذه الناحيه الفريق هو شويه محمي من طرف انه ما يتوقفش، ولكن الرياضي كيتعاقب. اذا زعما كاينه عقوبه بالنسبه للاعب. هشام جلال عندي جوج نقاط دكتوره. يعني تحدثتي على انه غياب الوعي عند اللاعبين، وملي كنقولوا غياب الوعي يعني هذيك لوتوميديك ما عندش الثقافه عند اللاعب. واش ما كتظنيش بانه هذا تقصير من بون يعني دور الطبيب، لانه الطبيب هو مسؤول فقط مسؤول كذلك ماشي فقط على يعني التطبيب ديال اللاعب ويمكن يعالجه، ولكن كذلك يرفع الثقافه ديالو ديال داك التطبيب الذاتي. النقطه الثانيه، واش الاشتغال ديالكم ما فيهش مشكل في اطار قانون دولي؟ لانه المغرب كاين غياب قانون وطني ديال محاربه المنشطات اللي باقي متعثر يمكن انه ما خرجش الوجود، اذا كتعملوا في اطار قانون دولي والاتفاقيه ديال اليونسكو اللي وقع عليها المغرب اللي كتحدث على الموضوع. نعم، اذا النقطه الاولى بالنسبه للوعي، هذا علاش اشترط ان غياب الاطر الطبيه في بعض الفرق، لان المشكل كاين، لانه الطبيب دابا ما بقاش الطبيب الطب الرياضي كطب كاختصاص ما بقاش هو يعني زعما يجي لاعطاء دواء للاعب من بعد ان بليسيور خصو يدوا لاكومباني بور لا بليسيور. نو، دابا هو الطب الرياضي اللي هو اللي مواكبه الرياضي لتحسين الاداء، ما بقاش مش هذاك الطب الرياضي ديال زمان اللي هو خصو حتى يتبلي ساعه حتى يجي الطبيب. لا، الطبيب كيدخل في التشكيله كيقول المدرب واش لهذا واش اللاعب جاهز ولا ما جاهز. خصوصا انا بالنسبه للاعب المغربي يعني كاين كنعرفوا ان المغلب اغلبيه اللاعبين كيجيو من طبقه فقيره، دونك ما عندهمش واحد الالمام، ما عندهمش واحد الدرايه ربما بالاسلوب الحياه اللي غيعيشوه بالدواء اللي غيتناولوه، فهنا ربما كتكمن مهمه مضاعفه ديال الجهاز الطبي. لهذا حنايا فاش في التكوين المستمر اللي هو عملته الجامعه في هذه السنه هذه، عملنا على تكوين الطبيب والمعد البدني في نفس الوقت. فهمتي؟ ومن بعد في الدوره الثالثه ما كنا حابين لو كان حتى المدرب حتى هو يلتحق. وحضروا الاطقم الطبيه في هذا الفرق اللي عندهم اطقم طبيه، لحقاش المشكل اللي عندهم هو انه ما يمكنش غادي نحاسب واحد اللي هو انا ما عنديش معاه ما كتجمعنيش مع عوده. وربما هنا النقطه الخطيره ان ربما اي فريق يمارس ولا عنده ليسونس باش يمارس على الاقل في القسمين الاول والثاني لازم يكون عنده طبيب. لازم يكون ضروري يكون عنده طبيب. طبيب
طبيب قار. نعم. لحقاش ما نهضروش دابا حنا على لحقاش يقدر يكون في كل ماتش طبيب، ولكن ما خصهاش الماتش يكون طبيب قار اللي تتبع الرياضي. لذا هذا فاش كنطيحوا في قله الوعي ديال بزاف ديال الرياضيين، وفاش كنشرح لهم بانه هو الحمايه اللي عندهم، الحمايه الوحيده اللي عندهم ضد المواد المنشطه هو طبيب الفريق. نعم. لو طبيب الفريق يعني كتب اوردونونس لاي واحد فيهم ولا زعما تغاضى عن طلب رخصه علاجيه لو كان الماده محظوره، الطبيب يعاقب. نعم. ولكن لو كان الانسان اللي مرض فين يمشي لاي مكان ثاني، اذا يكون وقع مشكل. نقطه ثانيه بعجاله هي ديال القانون هو خصك تعرف بان المغرب هو صدق على اتفاقيات اليونسكو من 2009، اذا المغرب ملزم بالقانون الدولي، وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي صادقه على لو ريغلومون ديال لا فيفا. اذا في وجود قانون دولي زعما القانون الوطني هو زعما يعني زعما السياده الوطنيه لازم يكون عندنا قانون، ولكن في غيابه نشتغلوا بالقانون الدولي وحنا ملزمين بجميع لي بروسيدور اللي هما غاديين بهم الفيفا. بقتنا يعني دقائق قليله حول هذا الموضوع. نقطه الملف الطبي دكتوره، فين وصل الملف الطبي ديال يعني اللاعب المغربي اللاعب المحترف المغربي الممارس في البطوله الاحترافيه التي صارت المغرب، خصوصا احنا كنعرفوا العديد من الحوادث اللي ولات كتوقع في يعني ملاعب كره القدم، يعني وفاه لي مور سوبيت ديال اللاعبين، الاصابات، منع بعض اللاعبين يعني دو جور لوندوما من ممارسه كره القدم. هو كيف دابا هذه سنه ونصف باش من اللجنه زعما كانت حطات برنامج، ومشينا اول حاجه اللي هي تحطات هو الملف الطبي، الزاميه الملف الطبي بالنسبه لكل الرياضيين القسم الاول والقسم الثاني. تم التوزيع ديالو في اول الموسم، ولكن نرجع ثاني ونقول بان غياب الاطقم الطبيه في جميع الفرق، شكون يبغي يعمر لك هذا الملف الطبي الا ما كانش طبيب؟ واش فهمتي؟ اذا شفنا بان كنا احنا في اخر الموسم كان لازمنا نعملوا تقييم لهذا الملفات الطبيه. هذه ربما دكتوراه تولي المسؤوليه ديالكم، اذا انتم ترفعوا كذلك يعني للجامعه والمكتب المديري ديال جامعه. نعم. كره القدم هذا المشكل الكبير والخطير، انه النادي يعني يولي ملزم يكون عنده بحال عنده 11 لاعب النهار ديال الماتش، خصو يكون عنده لو يكون عنده الطبيب يوم الماتش. لا 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 ولكن لا ولكن لا 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 خصو يكون عنده كذلك طبيب. هما دابا هما اغلب 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 الفرق عندهم اطباء، ولكن نهضروا على الفرق اللي ما عندهمش اطباء. اذا ما يمكنناش نديروا تقييم لهذا الموضوع، احنا عطينا فرصه ان شاء الله في بدايه الموسم الثاني وكاين تقييم لهذا الموضوع. نعم. ولكن هو اللي مهم هو انه جميع الفرق اللي عندهم يتوفرون على طبيب وطبيب يعني قار، هما عندهم ملفات طبيه لجميع اللاعبين. خليك معنا دكتوره فاطمه ابو علي. الان مشاهدينا الكرام وصلنا لفقره بعيد من الكره، وفيها غادي نمشيو نتحدثوا على رياضه التايكواندو. مهمة تمثيل المغرب في أولمبياد ريو دي جانيرو صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، هكذا يرى حسن الإسماعيلي مدرب المنتخب المغربي للتايكواندو. حظوظ مشاركة 3 رياضيين مغاربة في دورة 2016 الأولمبية في فقرة الكوتش، غادي نتعرفوا على الأهداف المحددة من هذه المشاركة وطريقة التأهل وبرنامج الاستعدادات ديال المنتخب المغربي للتايكواندو. التايكواندو المغربي باش يكون مهيئ بشكل جيد واحترافي للالعاب الاولمبيه المقبله ريو دي جانيرو، خاصه في ظل الوقاء الالكتروني الجديد اللي غتجرى به هذه الالعاب هذه، وغيكون اول مره هو الوقاء الالكتروني لجينيراسيون 2، بمعنى وقاء الكتروني متقدم اكثر، وبالتالي فرص يعني متاحه للجميع، جميع الدول حظوظيه على الورق، هناك دول قويه وهناك لاعبين مصنفين دوليا
ويعني ومهيئين او محتلين رتب متقدمه على الورق، ولكن تيبقى دائما ارضيه يعني اللاعب، وكيبقى كذلك الوقاء الجديد، كله عوامل يمكن الواحد يستغلها باش يكون ما يكونش ذاك الفرق الكبير بين الدول المشاركه ولا اللاعبين، وبالتالي الحظوظ تبقى حظوظ متساويه بين جميع المشاركين وجميع الدول. اولا الجامعه كانت مغلقه لمده 3 سنوات، وجات في السنه يعني الاولمبيه اللي هي سنه 2015 اللي كانت فيها الاقصائيات، يعني الاقصائيات الاولمبيه المؤهليه ريو دي جانيرو. اكيد المغاربه كانوا قبل من في 2000 بالضبط 2012 2013 كانوا محتلين رتب متقدمه عالميا. ناخذ مثلا الشرنوبي عصام كان محتل الرتبه الثالثه عالميا، ناخذ وئام ديسلام كانت الاولى عالميا، ناخذ سناء تبرور كانت الرتبه الثانيه عالميا، بمعنى كانوا عندنا ابطال مصنفين، كنا حنا في غنى عن التاهيل او عن الاقصائيات الاولمبيه، كنا غنتاهلوا مباشره. ولكن بحكم غياب الجامعه نظرا لمشاكل اخرى لا علاقه لها اليوم باش نذكرها، ويعني توقف المشاركة الدولية للفريق الوطني المغربي أثر على العناصر الوطنية، وبالتالي تراجعت في الترتيب إلى غاية ما خرجت من الترتيب الأولمبي، وبالتالي لقينا راسنا محتلين رتب جد متأخرة، ومفروض علينا نلعبوا إقصائيات باش نتأهلوا. إذا الهدف كان هو أولا التأهيل. الفريق الوطني الان المستوى ديالو ولا العناصر اللي واجهتها سواء في اسبانيا ولا فرنسا، هنا كلها عناصر مؤهله للالعاب الاولمبيه، وكتكون نتيجه جيده للفريق الوطني. حكيم المصلاحي قصات في الدور يعني ديال اسبانيا، قصات يعني كنديه مؤهله للالعاب الاولمبيه، قصات كذلك كرواتيه مؤهله للالعاب الاولمبيه. بمعنى اخر كاين واحد الحركيه، كاين واحد الامل على ان الفريق الوطني المغربي يكون عنده حتى هو حظوظ، لان واجه هاد الابطال هادو مرة تينهزم أمامه ومرة تينتصر عليهم، تتبقى بأمنا المرحلة الأخيرة ويعني التهيئ الأخير والرغبة الأكيدة ديال كل لاعب والطموح وفين باغي يوصل، واش نيت مقتنع باش يحقق الميدالية والفوز، ولا أنه فقط المشاركة، ولا أنه تتبقى الأمور مبنية الإدارة التقنية كدير الدراسة ديالها والقراءة ديالها، ولكن كيبقى دائما واحد العامل ما عندوش علاقة لا بالمدرب ولا بالإدارة، وكيبقى عنده علاقة مدى رغبة وطموح، فين باغي يوصل اللاعب، فين الطموح ديالو محدود، فين الاراده ديالو كاينه، واش غير في النحاسيه، واش انه غير يشارك، واش انه عنده واحد الطموح كبير باش يحقق اعلى ما يمكن ميداليه ذهبيه. اكيد انه اي برنامج خاصه بالنسبه للالعاب الاولمبيه كيعتمد على 3 ديال المحاور، وهادو مهمين، كاين معسكرات داخل ارض الوطن، وكاين معسكرات خارج ارض الوطن، وكاين كذلك مشاركه في الدوريات المصنفه وفي الدوريات الرسميه، منها مثلا بطوله افريقيا او بطوله العالم او كاس العالم. هذا البرنامج بشكل يعني ما هو عام، ولكن اليوم الجديد واللي كنت ناكد عليه دائما هو اللي غادي في الجامعه الان، وهو يعني الالتجاء الى التركيز على الجانب النفسي، وذلك بمساعده اخصائي نفساني في هذا الباب هذا، لانه انا كنت نقولها دائما الرياضه المغربيه ما كتعنيش غير من ما هو تقني بعض الاحيان او بدني او لوجيستيكي او مادي، وانما كتعاني من هذا الجانب، وما فطنش مازال لا المسؤولين ولا مازال ما عاطينش اهميه كبيره لهذا الجانب النفسي، ونستعنوا بهذ الاخصائيين النفسيين اللي يستطيعوا يعاونوا ليزاتليت ديالنا ولا المدربين ديالنا ولا حتى المسؤولين ديالنا، لان تيكون الانسان في واحد الضغط كبير. ذاك الالعاب الاولمبيه هي اعلى اكبر تظاهره في الكون، والضغط ديالها تيكون كبير بزاف لا على اللاعبين ولا على المسؤولين ولا على المدربين. فحان الوقت الان باش نستعنوا بهذ الاخصائيين، والجامعه هي في اطار التعاقد مع اخصائي نفساني من اجل اولا تجاوز هذه المرحله هذه، يعني التهيئ، وتعرف المراحل الاخيره خصها تكون تهيئ نفساني مهم جدا باش يستطع، هذا هو الجدي باش يتغلب على ذاك الحجم ديال البطوله اللي هو كما قلت لك حجم كبير من صنف الالعاب الاولمبيه، وكتبقى بطوله العالم كاس العالم اقل ضغطا، وبطوله افريقيا الى غير ذلك، ولكن كيبقى الالعاب الاولمبيه دائما عندها واحد القيمه يعني كبيره وكبيره جدا. هي صعب جدا باش تراهن على وزن، صعب جدا، هناك
مراهنة على عام على أن هناك نتيجة إيجابية. وكما تنقول هذه الرياضة الفردية ماشي بحال الرياضة الجماعية. الرياضة الجماعية هناك فرق ونقدر نقول لك هذا الفريق غادي يصعد، هذا الفريق غينزل، لأن فريق فيه 11 لاعب، عندك قطاع غيار، عندك رقم 11 معين غتدخل هذا، عندك 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 بزاف، عندك لاعب واحد وزن 58 كي غيكون داك النهار واش مريقل بالطريقه الحقيقيه، لان بحال موجه كترجل واحد الموجه خصك تسمع الصوت يكون صافي ما يكونش فيه داك التشاش. ملي كيكون داك التشاش معناه ان اللاعب ديالك راه ناقص، اما بدنيا اما تقنيا اما نفسانيا اما عنده شي مشكل اما ما نعشش مزيان اما الاراق. عندك لاعب ما غتغيروش، هذاك اللاعب هو اللي غتلعب به داك النهار، خاص داك الريغلاج ديالو يكون يعني بنسبه ديال 70-80% صحيح باش يمكن له يعطي داك الشيء اللي عنده. إذا كان غير واحد الجانب ناقص وجانب واحد يمكن داك الخدمه كلها ضاعت. هنا فين كتجلى الصعوبه، انك تراهن على شي وزن او على شي شخص كي غيكون اللاعب داك النهار. يمكن داك اللاعب اللي كتقول انت هذا هو اسوء ما عندي في الفرقه، يمكن هذاك النهار هو اللي غادي يكون افضل ما عندك من الجانب النفسي ديالو او طالع عليه المورال او بزاف الاشياء عنده، وصبح داك النهار كيف ما خص يكون، وهذاك النهار غيكون بطل عالمي. دونك وكتوقع مرارا وتكرارا حقيقه ان هذا الشيء ماشي الرياضة هي العلم الوحيد اللي ممكنش الإنسان يتنبأ من النتيجة ديالو. إذن الكوتش ديالنا هذا الأسبوع مدرب حسن الإسماعيلي، مدرب المنتخب المغربي للتايكواندو، اللي تمكن أنه يأهل يعني ثلاث رياضيين، وئام ديسلام، حكيمة مصلحي، وعمر عجمي. هشام تكلم يعني حسن الإسماعيلي أن صحيح المهمة صعبة وصعبة جدا، لكنها ليست مستحيلة لأن كل شيء ممكن في الألعاب الأولمبية في هذا النوع من الرياضة كالتايكواندو. كل شيء ممكن، ورياضة التايكواندو من الرياضات اللي ولات يمكن أنها معتادة على الألعاب الأولمبية، لأنه يعني واحد العدد راكمة ديال التأهل الألعاب الأولمبية، وبالتالي ففي كل دورة ممكن أنه يكون طموح أكبر وكذلك يكون الرهان أكبر. بطبيعة الحال فالمغرب يمكن أنه ذاك التوقف ديال الجامعة في واحد الفترة معينة أثر على المستوى، وكما قال سي الإسماعيلي أنه المغرب كان في واحد الفترة أنه مؤهل أولمبيا بشكل أوتوماتيكي، ولكن توقف الجامعة فتراجع في الترتيب وتفرض عليه أنه يلعب تصفيات باش يمكن أنه يحرز على مراكز، والآن فالرهان يمكن أنه غيكون كبير. ووئام ديسلام فهي من البطلات اللي مؤخرا حصلوا على اللقب الإفريقي، كذلك حكيمة مصلاحي اللي هي الرياض لاعبة مخضرمة في التايكواندو المغربي لأن راكمت 12 سنة مع المنتخب، وعمر حجامي كذلك اللي يمكن أنه كان مفاجأة بالنسبة للمنتخب ويمكن تاون اللي معقود عليه أمل كبيرة. نتمنوا أنه كما كانت رياضة البوكس هي رياضة الى جانب العاب القوى اللي كتوج، نعم، حتى التايكواندو يمكن انه يوصل لهذا المستوى. رغم ان تكلم لنا يعني حسن الاسماعيلي على صعوبه المهمه، لان يعني عيواجه المصنف الاول عالميا فيما يخص ربما حكيمه وعمر. حكيمه وعمر عندهم يمكن انه في البدايه عندهم ابطال اللي هما من قيمه كبيره، نعم. بطبيعه الحال وئام ديسلام يمكن انه من حسن او سوء حظ انها غتلعب مع لاعبه ايفواريه، هذا كيعني انه كتعرفها مسبقا، ولكن انه الرهان هو على هذيك البدايه اللي يمكن انها تكون موفقه. وكيف ما قال المدرب فكل شيء مرهون بالحاله اللي كيكون فيها الرياضي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وبالتالي فهذه كلها معطيات اللي كتاثر في النتيجه. المنتخب المغربي اللي كيواصل الاستعدادات ديالو والان في تونس قبل الرحيل كذلك لكوريا ثم اسبانيا، ويعني الستاج الاخير بالنسبه للمنتخب المغربي في مدينه برشلونه. كلمه اخيره لك ونخليها للدكتوره فاطمه ابو علي، بالنسبه يعني اللاعبين والناس اللي كيشوفونا اليوم متتبعين ديال البطوله الوطنيه الاحترافيه واللاعبين كذلك، يعني فيما يخص يعني هذا التحسيس للخطر، خطر يعني تناول يعني بعض المواد المحظوره والممنوعه. اذا هو العلم الجميع هو انه تناول مواد ممنوعه او لا، بعض الادويه بعض المرات اللي هي كتكون ممنوعاش ولكن تقدر تدرب الصحة الرياضي. احنا الهدف ديالنا والهدف هو انه الحفاظ على الصحة الرياضي بصفة عامة.
وعاد نشوفوا مكافحه المنشطات بالدرجه الثانيه. والحمد لله زعما كلنا في اللجنه الطبيه مجندين لهذا الغرض هذا. واخص بالذكر رئيس اللجنه الطبيه لان الدكتور زيتوني، لانه افوس ما جالس معنا غير واحد النهار دكتور، دونك سي زيتوني اسماعيل اللي هو زعما كيدير ما في جهده باش انه الخدمه تمشي كيف خصها تمشي. والحمد لله زعما كنقول بان في هذه الساعه هذه لازم على الرياضي انه يستجب، ولازم على الفرق انها تستجب للنداء ديال اللجنه الطبيه باش ان شاء الله الامور تمشي. حنا هي الحمد لله الامور غاديه مزيان، ولكن حنا بغيناها تمشي من احسن لاحسن. هذه الناحيه الطبيه تقدر تساهم ايضا في تطوير مردود اللاعبين على ارضيه الميدان، لان ربما كنشوفوا الناحيه التقنيه فقط، لكن ناحيه اللياقه البدنيه لما كيكون عندك اسلوب حياه منظم، اكل منظم، ويكون يعني نقي ويكون سليم، ربما كيساهم ايضا في تنميه مردود اللاعبين. لانه الطب الرياضي القديم اللي هو كان لاسعاف الرياضي بعد الاصابه ما بقاش، دابا ولا الطب الرياضي لتحسين الاداء بصفه عامه. وشكرا. شكرا لك دكتورة فاطمة أبو علي. كان بودنا الحديث كذلك حول فوز فريق ريال مدريد يعني للمرة 11 بدوري أبطال أوروبا، لكن لسوء الحظ أنا ولا المخرج فؤاد ربما هذه تحصيل حاصل، يعني فوز ريال مدريد لا شيء عادي وعادي جدا. فريق ألقاب لكن لسوء الحظ المخرج حاج محمد غيري ما قلناش. أنا أشك بأنه كاين تواطؤ ما بين جلال والمخرج. واش أنتم كتظنوا أن هذا البرنامج ما كنحضروش؟ راه اجتماعات مطولة لا أنا ولا مع المخرج ديالنا. فريق ريال مدريد فريق ألقى فريق بطولات شيء عادي وعادي جدا أنه يأخذ البطولة 11 بطولة لكل لاعب، يعني على حسب عدد اللاعبين المتواجدين على أرضية الميدان. أنت دابا خلينا لك خمسة ثواني، دابا غيدوز الاحتياطي، دابا الاحتياطي إن شاء الله ابتداء الموسم القادم. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم في برنامج الماتش. لكم تحياتي أنا جلال بوزرارة ومعد فقرة برنامج الماتش عبد الله الجعفري، كل الزملاء في الطاقم التقني، المخرج ديالنا الحاج محمد الباهلي. مره اخرى شكرا جزيلا دكتورة فاطمه ابو علي. نلتقي يوم الاحد القادم في اخر عدد هذا الموسم لبرنامجكم برنامج الماتش. في امان الله.